التي لا تعترف عندما تشن هجمات من هذا النوع، قلت بأنها لا تعترف يعني بالمسؤولية، لكن ما الذي تخشاه إسرائيل؟ يبدو بأنها لا تطالها يعني المحاسبة الدولية في وجود الفيتو الأمريكي مثل ما حصل وفعل الفيتو يعني هذه الليلة بحرمان دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الفيتو الأمريكي أيضا يفعل عندما تكون إسرائيل في مواجهة محاسبة دولية لجريمة ما أو فعل ما ارتكبته بحق طرف من الأطراف. ليس فقط ردود الفعل، هي تخشى أيضا التبعات القانونية الدولية، لأنها تخترق سيادة الدول الأخرى في كل عمليات الاغتيال. هناك يعني خرق للقواعد والأعراف السياسية والدبلوماسية، خرق لسيادة الدول الأخرى، استخدام جوازات سفر مزورة، أحيانا التعدي على سيادة هذه الدول، كثيرا ما يجري ذلك، وأحيانا يجري القبض على منفذي مثل هذه الاعتداءات متلبسين، كما جرى مثلا في محاولة اغتيال السيد خالد مشعل في الأردن، جرى الكشف عن هوية وتفاصيل عناصر الموساد الإسرائيلي الذين نفذوا عملية اغتيال الشهيد المذبوح في دبي. أحيانا يمسون أو تؤدي مثل هذه العمليات إلى الإضرار بأهداف خطأ، يعني يخلطونها في هوية الشخص المستهدف مثلا، كما جرى مرارا. يعني إحدى أبرز القضايا هي قضية اغتيال شخصية في النرويج والتي تبعتها دعاوى قضائية بالتعويض وما إلى ذلك. فهذا من جهة، بالإضافة إلى ذلك الاعتراف بمثل هذه العمليات قد يعرض إسرائيل لإجراءات وعقوبات دبلوماسية، من بينها الحد من الامتيازات التي تحظى بها إسرائيل في اتفاقيات الشراكة الأوروبية الإسرائيلية على سبيل المثال، والتي تتيح حقوق دول الاتحاد الأوروبي لإسرائيل. فلذلك بالإضافة إلى الرد العسكري وأيضا السمعة والتبعات القانونية والدبلوماسية، لا أعتقد أن إسرائيل معنية بالاعتراف بأي من هذه العمليات، كما أن بعض العمليات يمكن أن تسبب حرجا لإسرائيل في علاقتها مع أطراف ثالثة. يعني مثلا حين نتحدث عن ضربة الليلة، هذه صواريخ أرض أرض على الأغلب تكون قد عبرت أراضي دول أخرى. من أين عبرت، كيف عبرت، هذه مسألة لا تريد إسرائيل الاعتراف بها، لأنها قد تحرج أو تسبب حرجا للأطراف أو الدول التي تمر عبرها الصواريخ، مع أن خيارات توجيه مثل هذه الضربات ربما تكون عن طريق أرض أرض، يعني من داخل الأراضي المحتلة نفسها أو من داخل إحدى القطع البحرية والغواصات في المياه الدولية. لا أحد يعني لا نستطيع أن نعرف، ربما الأطراف الدولية والأقمار الصناعية يمكن أن تكشف ذلك لاحقا، لكن بلا شك أي اعتراف رسمي إسرائيلي سيعني مسؤوليات سياسية ودولية. اسمح لي أستاذ نهاد أن أنوه للأنباء العاجلة، يبدو بأن أصبحت المعلومات ترد بشكل متسارع بحسب ما نراه الآن وننشره على شاشتنا. إعلام إيراني، معلومات متداولة عن تصدي الدفاعات الجوية لنحو 5 أهداف في سماء أصفهان. أيضا نبأ عاجل نقلا عن وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني مثل ما هو معروف، تورد الوكالة تفعيل مضادات دفاعية بمحافظة أصفهان لإسقاط جسم يحتمل بأنه مسيرة صغيرة. أيضا اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والحرس الثوري يعلن حالة التأهب القصوى، هذا نبأ عاجل نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية. إذن يبدو بأن يعني أصبحت الصورة تتضح شيئا فشيئا. لكن أستاذ نهاد، مثل هذه الضربة الإسرائيلية هل تعتقد بأنها حصلت من دون تنسيق أو حتى موافقة وعلم أمريكي؟ فعلتها إسرائيل بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني آخر ما قاله الأمريكيون أنهم يعارضون توجيه هذه الضربة لكنهم لن يمنعوها، بمعنى أنهم يعني يأخذون علما بها لكن لن يتدخلوا بها. هم ساعدوا إسرائيل في الدفاع ولن يساعدوها في الهجوم، هذا ما قالوه في أكثر من تصريح، وهذا ينطبق. يعني هناك نصائح عديدة وجهت لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة، وزراء الخارجية البريطانية والألمانية أيضا زراء إسرائيل وطلبا الاكتفاء بما جرى وعدم توجيه أي ضربة، لكن واضح تماما أن الضيوف خرجوا من إسرائيل وهم على ثقة
أن إسرائيل قررت الرد، وبالتالي كل هذا الأمر يعني حتى أن الأمريكيين قالوا هذا قرار سيادي، كيف سترد إسرائيل أو لا ترد، قالوا هذا قرار سيادي. بلا شك أنه الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط بحرب مفتوحة، لا تريد أن تكون طرفا فيها خصوصا في موسم الانتخابات، لكن تبعات الأمر، لكن عندما يكون هناك رد إسرائيلي رد إيراني على إسرائيل تتدخل الولايات المتحدة ولا مشكلة لديها في التورط وأن تصد الضربات الإيرانية. هذا ما جرى على كل حال، هذا ما جرى يعني ضمن حلف يعني غربي واسع، جرى التصدي للهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ. واللافت أن الهجوم الإيراني كان معروفا واتجاهاته أيضا كانت واضحة ومبلغا عنه منذ وقت مبكر، وهو طبعا ركز على أهداف عسكرية يعني في جنوب فلسطين المحتلة وفي الشمال، وبالتالي كان التصدي له، كان هناك وقت حتى لاستعداد لمثل هذا التصدي، بينما الهجوم الإسرائيلي غير معلن عنه وغير متوقع بهذه الليلة. على كل حال الردود الإيرانية لا أحد يستطيع التكهن بها، مع أن كل المؤشرات كانت تقول أن إيران سوف ترد، لكن هل ضربة الليلة كانت فعلا محدودة وربوطة؟ هل أدت إلى وقوع خسائر في صفوف المنشآت أو في صفوف المدنيين أو حتى يعني الأفراد الإيرانيين؟ ليس واضحا حتى الآن، وبالتالي أعتقد أن الرد الإيراني يرتبط بمدى الضرر أو النتائج التي ألحقها هذا الهجوم. حتى الآن لا نعلم ما هي طبيعة الهجوم الذي وقع في بغداد وفي مدينة السويداء السورية، لأنه التقارير نفسها تتحدث عن سلسلة انفجارات وقعت في هذه المواقع، ربما كانت لقواعد عسكرية سورية أو عراقية أو لميليشيات عراقية في العراق. على كل حال واضح تماما أن إسرائيل لا تريد أن تترك يعني إيران تغير معادلة الردع أو تفرض معادلة الردع التي تريدها، بمعنى أنها تعرضت لهجوم القنفرية فترد. إسرائيل تريد أن تحتفظ هي بتقرير ما هي مستويات المعادلة، معادلة الردع المتبادل المطلوبة. على كل حال هذا رغم أن كل طرف يريد شيئا من وراء سلوكه وخطواته، لكن واضح أن الأمور يمكن أن تندفع باتجاه تصعيد أوسع لا أحد يمكنه التوقع. هذا الأمر يعتمد على عوامل كثيرة، أبرزها النتائج وأبرزها أيضا التدخلات الدولية للجم هذا الاندفاع نحو مزيد من العنف والمواجهة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نتنياهو بأنه عليه أن يقبل النصر، ما سماه بايدن النصر بنجاح إسرائيل في التصدي بحسب ما قالت ل 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية في الهجوم السابق، لكن يبدو بأنه لم يقبل نتنياهو بالنتيجة، ونرى اليوم هذه الضربة. ما الذي يريده بالضبط؟ ما الذي يخطط إليه؟ خصوصا وأنه إسرائيل هي من بدأت الهجوم في بادي الأمر بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق. ما المسعى الحقيقي لنتنياهو بتوجيه الأنظار إلى صراع إسرائيل مع إيران في هذا التوقيت خلال الحرب القائمة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة؟ على كل حال التقارير يعني تشير إلى وجهة أخرى للنتائج هذا الهجوم الإيراني. البعض يتحدث عن 99% جرى إحباطها، لكن هناك تقارير إسرائيلية تتحدث عن نسبة أقل من ذلك، عن 85% من الصواريخ جرى إحباطها. هناك حديث عن أن 7 صواريخ بعيدة المدى أصابت القاعدتين العسكريتين الإسرائيليتين في النقب، وهما نفطيم وأيضا قاعدة رامون الجوية. ما يخش ما تحسب حسابه إسرائيل ليس فقط مدى الضرر الذي لحق بها، بل أيضا ما تسميه جرأة إيران على توجيه الرد رغم معرفتها بحساسية هذا الأمر، بمعنى أن إيران أثبتت أنها غير مرتدعة من القوة الإسرائيلية ومن الحلف الغربي الداعم لإسرائيل. هذا الأمر يعني ربما تلام فيه حتى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي لم تتوقع أن تتمكن إيران أو تقرر إيران الرد على عملية القنصلية. هي كانت تقدر المخابرات الإسرائيلية والحكومة والجيش أن إيران سوف تبتلع الضربة أو تستوعبها،
وتقول كما تقول بالعادة أنها تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. هذا لم يحصل، قررت إيران أن ترد على الرغم من أن الرئيس الأمريكي قال لهم بصراحة لا تفعلوا، ففعلوا، وبالتالي أظهرت إيران أولا أنها قادرة على توجيه ضربات تصل إسرائيل في العمق، وثانيا أنها قادرة على توجيه ضربات من إيران وليس من قبل أي من حلفائها في ساحات عديدة. ثانيا أظهرت أن لديها ليس فقط قدرة بل أيضا لديها إرادة بتحدي هذه المحظورات الإسرائيلية. أما السؤال المهم بما مبرر ذلك، فهذا يرتبط أيضا بالعملية التي نفذتها إسرائيل في القنصلية الإيرانية في دمشق. لماذا ارتكبت إسرائيل هذه العملية وهي تعرف أنها تتجاوز الخطوط الحمر؟ هذا سؤال كثير من الإسرائيليين يرون فيه تصعيدا غير مبرر وغير ضروري، وأنه هو الذي فتح أبواب الشر على إسرائيل، وبالتالي قد يعرض كثير من الاستقرار والثوابت والمصالح الإسرائيلية للخطر، ليس فقط بفعل الهجوم الإيراني بل أيضا بسبب يعني ما يمكن أن يجر مثل هذا التصعيد من أزمات متتالية على مستوى الشرق الأوسط كله، لأنه هذا يمكن أن يعني تنخرط أمريكا في مثل هذا الصراع وبالتالي تتضرر المصالح الأمريكية. التقديرات أن نتنياهو كان معنيا بتوريط الولايات المتحدة في مثل هذا الصراع، ويعرف أنها لن تقف ملتفة الأيدي، لن تكون صامتة إذا ما جرى رد إيراني، وبالتالي هو يريد أن يورطها. لعله في ذلك، فهنا بيت القصيد، يغطي على الإخفاقات والفشل الذي وقع في غزة، يوسع دائرة المواجهة، يظهر كأن كل حرب غزة هي جزء من الحرب مع إيران، بمعنى ليس هناك قضية احتلال، ليس هناك شعب فلسطيني، ليس هناك مأساة مستمرة منذ 76 عاما اسمها قضية فلسطين، بل أن كل ما يجري من مواجهات بما في ذلك 7 أكتوبر هي جزء من المواجهة الإيرانية الإسرائيلية. هذا ما يريد إسرائيل نتنياهو وإسرائيل تثبيته، لكن بالتأكيد هذا لا ينطلي على كل العالم أو لا ينطلي على معظم العالم. على كل حال ربما إسرائيل وحدها هي التي تصدق هذه الرواية، فبالتالي واضح تماما أن نتنياهو تعمد تجاوز الخطوط الحمر بضربه القنصلية الإيرانية في دمشق من أجل خلط الأوراق، التغطية على ما يجري في غزة، ثم إضاعة ما يجري في غزة وتلهيته قياسا بأخطار أوسع على مستوى إقليمي وعالمي. هناك أيضا نبأ عاجل